تلاميذنا الاعزاء نلتقي اليوم في لحظه من لحظات برنامج الفلسفه وهذه اللحظه متعلقه اساسا بتناول مساله العلم بين الحقيقه والنمذجه وهي مساله سنتوجه فيها بالاساس الى استشكال دلاله القول العلمي في ضوء ابستيمولوجيا النمذجه. لا شك ان هذه اللحظه تترافق مع لحظات أخرى من طلب الكلي في الفلسفة وإنها لحظة تنضاف إلى التناول أو إلى اللحظة الأنطولوجية والأنتروبولوجية لطلب الكلي وتنضاف أيضا إلى لحظة أخرة في البرنامج متعلقة أساسا بتناول مطلب الكلي والكون في بعده الأكسيولوجي لا شك أن ضمن هذه اللحظه قد نتساءل اولا عن مشروعيه قول فلسفي في العلم او ما يبرر تفكير الفلسفه في العلم. اولا قد ما يعطي مشروعيه لتفكير الفلسفه في العلم هو الطابع الكلي للتفكير الفلسفي، فالفلسفه تتناول كل نشاطات الانسان النظريه والعمليه. المبرر الثاني قد يتوجه اساسا الى طبيعه الفلسفه النقديه فالفلسفه قد تتحمل اليوم مسؤوليه اعاده التفكير في هذه العوالم الرمزيه الافتراضيه التي انتجها الانسان بحثا عن الحقيقه او دفاعا عن الانسان في حد ذاته ما قد يبرر مشروعيه قول فلسفي في العلم قد يكون راجع بالاساس الى الطابع الكلي للتفكير الفلسفي، فالفلسفه تتناول كل نشاطات الانسان سواء تعلق الامر بنشاطات الانسان النظريه او ما تعلق عنها بمجال الممارسه والحياه اليوميه. قد ربما قد ما يبرر ايضا اهتمام الفلسفه هو طبيعة الفلسفة النقدية، فالفلسفة تتوجه مرة اخرى الى هذه العوالم الرمزية، العوالم الافتراضية التي انتجها الانسان بحثا عن الحقيقة ودفاعا عن الانسان في حد ذاته. لا شك اننا تعايشنا اليوم مع عدة قرارات فتقديم العطلة المدرسية مثلا في كل مستويات التعليم. اغلاق الحدود بين الدول، الحجر الصحي، التباعد الجسدي هي قرارات تبدو اليوم اكثر تواترا واكثر تدفقا وهي قرارات لاقت في الواقع استجابات مختلفه فقد تراوحت هذه الاستجابات بين بين الانقياد الطوعي لهذه القرارات وبين يعني التمرد ورفض هذه القرارات وتشكيك حتى في أساس اتخاذ مثل هذه القرارات فهيمنة القرار اليوم على السلطة يعني المحلية والعالمية قد تجرنا أساسا إلى السؤال عن الأساس الذي تبنى من خلاله هذه القرارات أو ما هي المشروعية التي تسطر تقديرات مراكز القرار هل لمراكز القرار ما يكفي من الثقة ومن الدعامة يعني ما يمكن أن يضفي على قراراتها طابعا شرعيا ما قد يجلب ثقة المتقبل وثقة أو ما يعزز ثقة يعني المتقبل في مثل هذه القرارات أم أن هذه القرارات تتحرك في سياق النوايا الحسنة Très tôt, au début de l'épidémie, avant qu'il n'y ait eu des cas euh, sur le territoire français, euh, les équipes, euh, notamment une équipe INSERM Sorbonne Université, euh, a travaillé sur le risque d'importation en Europe euh, du, du Covid euh, en fonction des flux aériens entre la Chine et l'Europe. Donc, ça permet de dire voilà tel territoire, euh, telle proportion, tel pourcentage de, de risque d'introduction euh, pour préparer le pays en fait. C'est ça l'objectif. On a fait la même chose avec le continent africain, avec également des paramètres sur les flux aériens, mais aussi la capacité des pays à réagir face à une crise sanitaire et la vulnérabilité face aux maladies infectieuses. Et ça permet d'établir un peu une carte des pays à risque. Et encore une fois, c'est vraiment pour alerter, c'est-à-dire que ça permet de dire aux autorités sanitaires des différents pays attention, voilà, il y a un risque plus important parce que des systèmes de santé sont probablement plus fragiles. Donc, il faut mieux se préparer, renforcer, peut-être former, équiper. Donc, c'est vraiment, un... c'est pas du prédictif ou une boule de cristal. C'est vraiment un outil d'aide à la décision pour mieux se préparer. C'est comme ça que. On travaille avec les modélisateurs. Ils peuvent aussi modéliser euh, l'impact ferme, des fermetures des écoles, par exemple. Donc, c'est un travail qui a été, euh, qui a été demandé euh, par la, la DGS. Donc, il y, a, il y a ce travail de modélisation qui permet d'établir différents scénarios et derrière, donc, la décision des décideurs de santé publique peut s'appuyer sur des outils euh, de, de modélisation comme ça a été fait. لكي نحاول من خلاله فهم يعني فهم كيفية اتخاذ القرار، أن نفهم من خلاله الأساس أو الدعامة التي تبنى عليها القرارات أو المشروعية التي قد تمنح هذه القرارات هذه الثقة لدى من يتقبلها. فهذا الشريط لو أردنا أن نلخص يعني بصورة جزئية ما يتضمنه يمكن يعني لهنا ان نترجم هذا المضمون فيما يلي عنوان الشريط يعني اخذ يعني اجابه عن سؤال كيف يساعد العلم في اتخاذ القرارات العامه ويجيب قبل ان نتحد قبل ان تحدث حالات عدوى في الاراضي الفرنسيه كان فريق علمي في جامعه السربون يشتغل على مخاطر اكتساح كوفيد 19 للمنطقة الأوروبية من أجل إعداد البلدان لهذه المواجهة. إن إنتاجات العلم تشكل وسائل مساعدة هامة في اتخاذ القرار والإستعداد الجيد للحكومات في مجابهة هذا الوباء. لذلك نحن نشتغل مع المنمذجين فيما ينتجونه من سيناريوهات مختلفة. إن قرارات أصحاب القرار في الصحة العمومية تستند اساسا الى ما يتيحه فعل النمذجه من ادوات ووسائل. لا شك ان هذا الخطاب بجهازه المفهومي الذي يتضمنه يقحمنا مباشره في صلب هذا الاستشكال الفلسفي للقول العلمي في سياق ابستيمولوجيا النمذجه فلعلنا في هذا الخطاب نكتشف شبكة مفاهيمية مترابطة وثرية فمن ناحية نحن نتحدث عن العلم في مواجهة وضعية هذه الوضعية هي وضعية هذا الوباء المستجد الذي يعلن عنه الشريط وما نعرفه جميعا بكورونا أو كوفيد تسعة فالعلم في مواجهة وضعية يتوسل أدوات يسميها نماذج وهي نتاج فعل نمذجه هذه الادوات تتميز بانها تصاغ ضمن اهداف مسبقه وهي اهداف يمكن ان نقول عنها ما قبليه في ذهن من ينتجها لان هذه النماذج قد توجهت بالاساس الى مجابهه هذا الوباء المستجد فالهاجس الاساسي لهذه الانتاجات قد توجه إلى طرق مجابهة هذا الوباء السمة الثانية لهذه النماذج التي ينتجها العلماء هي سمة الاختلاف فرأينا أن هذا المقطع يتحدث عن سيناريوهات مختلفة فالخبراء العلماء ينمذجون وفق سيناريوهات مختلفة وهذه السيناريوهات مثلت بالنسبة لنا أرضية ننطلق منها من أجل صياغة القرار هذا القرار مثل لدى أصحاب يعني القرار مركزا يمكن أن تدور حوله السياسات المحلية والسياسات العالمية فإذا كانت علاقة العلم بمواضيعه كما يبدو من خلال الشبكة يقوم على وسائط فقد نتساءل أولا هذه الوسائط التي يعلن عنها أنها نماذج سمتها الاختلاف وسمتها يعني خضوعها لأهداف مسبقة ما قبلية هل هي نماذج نشأت في إطار أو يعني في إطار ظهور هذه ظهور هذه الكارثه او هذا الوباء ام ان فعل النمذجه ذاته يرتبط او ينفتح على كل مجالات العلم على اختلاف مواضيعها واختصاصاتها يعني هل ظهرت النماذج في سياقها التاريخي بظهور هذا الوباء ام ان فعل النمذجه مرتبط اساسا بتمشي علمي ينفتح أو يتسع لكل العلوم على اختلافها. فسؤالنا بالأساس يتوجه إلى العلاقة يعني لهنا بين النماذج التي يبنيها العلم والواقع في حد ذاته فالشريط يتحدث عن نماذج مختلفة. وقد يمكن يعني ان نفهم دلاله هذا الاختلاف دلاله هذا التعدد في النمذجه من خلال ما انتجه العلماء والخبراء من نماذج تبدو مختلفه فالنموذج الاول الذي امامنا هو نموذج يعني دافعت عنه جماعات علميه في الصين وتايلاند وهذا النموذج يعتبر ان كوفيد 19 هو كائن طبيعي هو ظاهره طبيعيه اقرب الى فيروس سارس وأن المصاب بفيروس كورونا يمكن أن يتملك مناعة طبيعية قد تحميه من هذا الوباء. النموذج الثاني هو نموذج دافعت عنه جماعات علمية في روسيا والولايات المتحدة ويختلف عن النموذج الأول لأنه يعتبر وأن فيروس كورونا هو كائن اصطناعي وهو نتيجة لإعادة تركيب بين فيروسين مختلفين. النموذج الثالث لا يكترث للبنية ولا يكترث للمنشأ أو الأصل وإنما يوجه بالأساس إلى نمذجة سلوك الفيروس في حد في حد ذاته ويعني يحاول هذا النموذج متابعة هذه التحولات التي قد يكتسبها فيروس بالتقائه بالخلايا الأخرى. انتلاقا انطلاقا يعني من من هذه الشبكة المفهومية فنحن من ناحية نجد أنفسنا أمام معلومات تبدو شحيحة وقليلة وهذا باعتراف الخبراء أنفسهم حول هذه الظاهرة التي تعتبر ظاهرة مستجدة ومفاجئة ولكن من جهة أخرى نحن نشهد يعني تكثفا في هذه الانتاجات وفي هذه النماذج البعض اتجه إلى نمذجة الأصل فيروس أو التركيبة أو العدوى أو الوقاية أو العلاج هذه الشبكه المفهوميه تجعلنا نتساءل عن كيفيه بناء هذه الانساق هل تمثل هذه النماذج المختلفه صور مطابقه للظاهره ام ان اختلافها يؤكد ان انها مجرد تمثلات نبنيها نحن عن الواقع دون ان تكون مطابقه له وإذا كان سياق النمذجة موجه بالأساس إلى مواجهة هذا الوباء المستجد، قد نتساءل هنا ما مطلوب النماذج؟ هل هو معرفة الظاهرة؟ هل هو بناء نظريات دقيقة؟ يمكن أن نفهم من خلالها الظاهرة أم مجرد اتخاذ قرارات قد تتداءم مع مطلوبنا نحن ومع مقتضيات هذه المواجهة. وظرفيتها بمعنى اخر هل النماذج ذات قيمه في يعني تكتسب قيمتها من ذاتها ام ان قيمتها في وظيفتها وباعتبارها ادوات مجرده ادوات للفعل والتحكم ضمن سياقات محدده هل ان ما تبدو عليه النماذج من اختلاف يؤكد تحولا ايجابيا داخل العلم باعتباره دالا على تطور العقل العلمي وترشده أم أنه علامة على انزياح العلم ذاته عن شروط العلمية وأهدافها وهل من معنى لطلب الكل في العلم إذا كانت هذه النماذج توحي بمنطق مغاير قوامه الكثرة التنوع والاختلاف وإذا كانت هذه النماذج يراد بها الفعل ويراد بها مواجهة المشكلات التي يمكن أن تواجه الإنسان هل أن هذه النماذج في منأى عن التوظيف وفي منأى عن الاستخدام فالنماذج التي نعتبرها نحن أدوات للفعل يمكن أن تتحول هي نفسها إلى أدوات تستخدمها أدوات أخرى هي أيضا تستخدمها للفعل فقد نتذكر في سياق مجابهتنا لهذه الظاهرة الجديدة تلك الصراعات التي رافقت بناء هذه النماذج حول ظاهرة كوفيد 19 من تبادل للاتهامات من ما يعرف بنظرية المؤامرة خاصة فيما تعلق ب تبادل الاتهامات بين الصين والولايات المتحدة وهذا على الأقل ما يمكن أن نستشفه من النموذج الثاني الذي يذهب إلى اعتبار أن الفيروس هو يعني هو جزء من الحرب البيولوجية بين البلدين فقد نسأل هؤلاء العلماء الذين ينتجون نماذجا هل ينمذجون لغايات إبستيمولوجية خالصة لغايات لغايه العلم في ذاته ام ان هذا النشاط قد ينحرف الى غايات ايديولوجيه وتتحول النماذج في خدمه استراتيجيات سياسيه يمكن ان هذه الفكره يمكن ان نلخصها في سؤال هو ان نبحث فيما اذا كان العلم بحث حيادي ونزيه ام هو بحث لا يشتغل إلا وهو خاضع للتحكم والتوجيه أمنح الفرصة لزميلي لكي يستأنف معكم التفكير في مثل هذه الإشكالية إذا شكرا للأستاذ فتح السعداني على هذا الجهد الذي انتهى إلى بلورة جملة من الإشكاليات المتصلة بالعلم وبطريقة العلم أي النمذجة النسقية هذه الإشكاليات هي على قدر من الصعوبه بما يجعل محاوله او كل سعي للاجابه عنها سيكون جهد جهد غير يسير بلا شك ولكننا سنحاول الاجابه عنها وفق تمش يميز بين اشكاليات نعتبرها تحليليه تستهدف فهم اليه النمذجه العلميه ثم اشكاليات نقديه وهذا من سمات التفكير الفلسفي بما هو تفكير نقدي يكشف عن حدود العلم اذا اللحظه الاولى ان في هذا العمل وهي اللحظه التحليليه اليات اشتغال النمذجه العلميه سنعمل على فهم البنيه الدلاله والغايات قبل ان نشرع في هذا العمل اريد ان اسوق ملاحظه وهي أن المثال الذي انطلق منه الأستاذ في التمهيد والمتعلق بنمذجة حدث كوفيد 19 سيرافقنا هذا المثال في طيلة هذا العمل. الملاحظة الثانية ارتأينا أن نعتمد ما ورد في الكتاب المدرسي لشعبة الآداب رابعة ثانوي والكتاب المدرسي لشعبة العلوم كذلك ما ورد في في هذه الكتب من نصوص وسندات او نوافذ يستطيع التلاميذ ان شاءنا العوده اليها ليستأنسوا بها و ان شاءنا لا فقط يطلعوا على محتوى هذا العمل ولكن كذلك اثراء هذه المحاوله اذا اللحظه الاولى كما قلنا اللحظه التحليليه واخترنا لهذه اللحظه عنوانا هو سمات التصور المعاصر للعلم في ضوء ابستيمولوجيا النمذجه ما هو الهدف من هذا المبحث؟ انه محاولة لفهم شروط تشكل العلم المعاصر وتطوره والنظر فيما اذا كان قد بلغ مستوى التوازن الابستيمولوجي كما يقول جيل جاستون غرونجيه او حالة العلم السوي بتعبير توماس كون اي قدرة العلم المعاصر على ماذا؟ على انجاز قطعة مع ماضي العلم قطعة يختار بمفعولها او بموجبها مناهجه يستخدم أدواته أدوات أو عدة تخصه يتغلب على عوائقه وينتهي إلى تحقيق أهدافه أو رهاناته لتحقيق هذا الهدف أي لفهم شروط تشكل القول العلمي المعاصر ينبغي أن نفهم دلالة النمذجة العلمية باعتبار أن النمذجة تمثل طريقا أو مسارا أو تمشيا لبناء العلمي فهي لا تتعلق بهذا التخصص العلمي أو ذاك وإنما هي تتعلق بكل العلوم إذ يجبر العلم كما يقول نوال مولود على اتباع النماذج فإذا كان من اللازم أن نقدم بعض التوضيحات التي تتعلق بالنمذجة العلمية يقول ريني توم وهو فيلسوف وعالم رياضيات المعاصر متحدثا عن الممارسة العلمية كما تحدث في الواقع اي بصوره مباشره وبالفعل. يقول انه ليس من الصعب ان نبين ما هي النمذجه. فنحن اشاره الى العلماء وهو آه الذي ينتسب وهو نفسه الذي ينتسب اليهم نجد انفسنا في مواجهه وضعيه. سنحاول اذا السيطره على هذه الوضعيه وذلك بانشائنا نسقا ذهنيا او ماديا يراد له ان يشابه تلك الوضعيه. نموذج أو نسخ نقوم بتطويره وهكذا يسمح لنا النموذج إذا بالحصول على إجابة ماذا نستنتج من هذا القول لروني توم؟ نستنتج أن فهم دلالة النمذجة يقتضي وعيا بمسألتين أساسيتين المسألة الأولى هو منطلق النمذجة العلمية أي الدافع إلى اشتغال العلم الدواعي الأولى للعلم ثانياً أو النقطة الثانية التي ينبغي أن ندركها هي مسار النمذجة أي كيفية اشتغال العلم أي التمشي الذي يعتمده العلماء في صميم عملهم وهذا المسار كما ورد في نص ريني توم هو نفسه الذي سنعتمده في هذا العمل نمر إذا إلى النقطة الأولى وهي منطلق النمذجة أو في دواعي النمذجة يقول ريني توم هنا العباره هي وضعيات يجد العلماء انفسهم في مواجهتها، فماذا نقصد بهذه الوضعيات؟ ما, ما معنى وضعيات؟ اذا اردنا فهم ذلك قد يكون من المفيد بالنسبه الينا العوده الى المثال الذي تعرضنا اليه في, في التمهيدي وهو مثال نمذجه حدث الكورونا كوفيد 19. يقدم لنا هذا المثال اذا حاله نموذجيه لما يعنيه أنشأنا رينيتو بالوضعية المنطلق للبحث العلمي. إن وضعية كهذه ليست وضعية خاصة بالعلماء. ولا تعنيهم وحدهم داخل مخابرهم وإن كانت ستمثل منطلق بحثهم أو عملهم. إلا أن هذه الوضعية كما قلت تمثل مشكلة أو خطرًا أو تهديدًا لسياق إنساني شامل. إذ تشعر الإنسانية اليوم بنوع من الهلع أو الذعر أو الخوف ولا تدرك ما هو الحل لتجاوز هذا الخطر وتلجا الى العلم لحل تلك المشكله. يمكن حتى ان نقول انطلاقا من هذا المثال ان المشكلات العلميه ليست مشكلات علميه وانما ترد على العلم من خارجه، وانما الحلول هي التي توصف بالعلميه. نستنتج اذا ان منطلق العلم انطلاقا من هذا المثال ليس الحقيقه او البحث عن الحقيقه الخالصه لقد انتهى عهد النظر الخالص والنظريات العلميه ليست استجابات لفضول العلماء او لمزاجهم الذهني النشاط العلمي لا يتوجه حريه العلماء وانصرافهم الى غايات معرفيه مستقله او متحرره عن ما يواجهه الواقع من مشكلات على العكس من ذلك تماما، يكشف لنا هذا المثال التحالف بين العلم ومتطلبات الواقع، فالعلم يضع نفسه في خدمه سياق ما، كما هو في هذا المثال هو سياق الانسانيه يواجه هذا السياق صعوبة ويطلب الى العلم تقديم حلول لهذا لهذه الصعوبات. ويطرح انذاك السؤال ما هو تصرف العلم؟ وهذا السؤال يضعنا في اللحظه الثانيه وهو المسار النمذجه العلميه. اذا ثانيا مسار النمذجه او التمشي العلمي. يتميز هذا المسار او هذا التمشي كما جاء في نص رينيتوم الكتاب المدرسي صفحه 268 ولو عدنا الى نفس المثال وهو كيفيه تعاطي العلم مع حدث الوباء او الجائحه. اولا نجد لحظه اولى يقع خلالها انشاء نسق ذهنيا كان او مادي. اللحظه الثانيه محاولة البحث عن التلاؤم مع الوضعية المنطلق وثالثا ايجاد حل او الاجابة عن تلك المشكلة. اذا نلاحظ ان هنالك ثلاث لحظات يمكن ان ندركها في مسار النمذجة. ينبغي فقط ان ننبه هنا الى ان عبارة لحظات لا تعني او لا تفيد فكرة التتابع. وإنما تعني على العكس من ذلك تماما التزامن فهذه اللحظات الثلاث متداخلة متفاعلة فيما بينها فالعلم يبني وفي نفس الوقت يحاول أن يفهم وكل ذلك يجري وهو يأخذ في اعتباره الغاية الأخيرة وهي محاولة السيطرة على تلك الوضعية نستنتج إذن أن فهم مسار النمذجة يقتضي الماما بابعادها الثلاث مثلما الفنا التسميه في درسنا اولا فهم البعد التركيبي ونعني به اليات النمذجه العلميه اي كل ما يستخدمه العلماء من مناهج من عده من ادوات من وسائل وهنا سوف نطرح سؤالا ونرجو ان نتوصل الى الاجابه عنه وهو كيف تبنى النماذج أو كيف يبنى النموذج العلمي البعد الثاني هو البعد الدلالي وسوف نحاول فيه تبين طبيعة العلاقة بين النموذج المبني والواقع كيف يمكن للنماذج إذن التي يبنيها العلماء بصورة حرة أن تتلائم أو تسمح لنا بفهم الواقع كيف نبني معرفة بالواقع وما هي قيمة هذه المعرفة أخيراً إن فهم دلالة النمذجة أو استكمال هذا الفهم يقتضي النظر في غاية العلم، فإذا كانت الطريقة العلمية تراهن على تقديم حلول، فسيكون سؤالنا ما هي غاية بناء النماذج. إذا نبدأ بالبعد الأول وهو البعد التركيبي، كيف تبنى النماذج؟ وهو كما قلنا سؤال في المنهج، سؤال يهتم بوسائل العلم والعدة أو الأدوات العلمية. تضعنا إجابة الإجابة عن هذا السؤال في صميم عمل العلماء ينبغي فقط أن نفهم أن الصورنة هي عمل المنظري يقول جون بياجي الكتاب المدرسي صفحة 242 فلكي نفهم معنى النمذجة يجب أن ندقق في معنى الصورنة يقول باسكال نوفيل فالصورنة هي الجهد الذي يبذله الفكر العلمي في بناء أنساق رمزية بما فيها من عناصر وقواعد قادرة على احتواء معطيات الواقع فما هي الصورنة ما هي دواعيها وما هي آلياتها لو عدنا إلى نفس المثال نجد إذا ثلاث نماذج كما عرضها الأستاذ فتح في التمهيد تتعلق بفيروس كوفيد 19 هذه النماذج هي رسوم تعرض بنية النسق عندما نقول بنيه النسق يعني العناصر الاساسيه او الفاعله في وجود النسق وهي اربع عناصر الحمض النووي الريبوزي لاريان، السيتوبلازم وهو وهي المنطقه التي تفصل بين النواه والغلاف الخارجي للخليه، ثم الغلاف الخارجي الذي يحمي الفيروس من المحيط الخارجي المومبغان واخيرا المجسات لي تختزل إذا هذه النماذج الثلاث بنية النسق في عدد محدود من العناصر، أما البقية التي قد تعطى لنا من خلال الملاحظة المجهرية فقد تم إهمالها. ثانياً هذه الرسوم الثلاث تعرض لنا بنية النسق في الواقع النسق الواقعي استناداً إلى مجموعة من الأوليات أو الأكسيومات وهذه الأكسيومات هي تلك التي تعتبر أن أو أن هذه الرسوم صيغة أو هذه النماذج قد تم صياغتها بناءً على اعتبار النموذج الفيروس كائن على حافة الحياة، يوجد الفيروس في حالة عطالة، للفيروس غلاف يحميه من المحيط الخارجي، ينتقل الفيروس من حالة العطالة إلى حالة الكائن النشيط الذي يتكاثر عندما باتصاله بخلية معينة تسمى خلية الخلية المضيفة. إذاً النماذج الثلاث لا واحدة من بينها يمثل الفيروس إلا من جهة البنية فالنماذج أنساق من الرموز يمكن القول أنها موحدة موحدة الشكل مع النسق الكائني أما المظهر فإنها تختلف عنه تماما إذا فما يعطى لنا في الملاحظة ليس هو ما نجده في النسق وهذا ما يؤكد أن النموذج العلمي ليس صورة حسية للواقع نستنتج إذن من هذا المثال ثلاث استنتاجات أساسية الاستنتاج الأول ويتعلق بمبررات النمذجة أو الثورة إنما يبرر التمشي العلمي وهو النمذجة هو خاصية الواقع الذي يتعامل مع العلم أو الذي يواجهه العلم بما هو وهو عبارة عن أنساق مركبة يجد العلم نفسه في كل وضعية تعرض له إذا إذا النظم مركبة يتم تمثيلها بواسطة الرموز ويتميز النسق المركب أو البنية أو السيستام كما يقول جون بياجي بثلاث خصائص أساسية هي الكلية الانتظام الذاتي والتحولات انظر الكتاب المدرسي صفحة 242 هذه الخصائص الثلاث كما ذكر جون بياجي هي التي تملي على العلم أو المنظر طريقة عمله الاستنتاج الثاني وهي طريقة عمل المنظر أو الثورنة النمذجة إذن في بعدها التركيبي أي عملية إنشاء النماذج أو الأنساق تركيبها أو استناعها هي صورنة للواقع بمعنى هي صياغة صورية تستخدم الرموز لوصف أنساق كلية ومركبة ذات طابع ديناميكي ولذلك يهدف إنشاء النسق المركب إلى مهمة أولى هي وصف بنية النسق ضبط عناصره الأساسية ويلجأ العقل العلمي في هذا السياق إلى حيلة الاهمال كما يقول باسكال نوفيل وهو اهمال متعمد مطلبه او غايته التبسيط انظر الكتاب المدرسي في هذا السياق الصفحه 258 اما المهمه الثانيه للنسق او النسق او النموذج فهي استباق حركه النسق او توقع سلوكه بما اننا ازاء انساق ديناميكيه ذات طابع في حالة حركة مستمرة ناتجة عن تفاعل العناصر التي تؤلفه الاستنتاج الثالث تستخدم الصورة أي عملية إنشاء النماذج أنواع متعددة من الرموز هذه ملاحظة أولى تتنوع النماذج بحسب الرموز المستخدمة وثالثا اختيار الرموز يبقى مسألة ذاتية فالأمر راجع لقرارات المنظر كما يقول جون بياجي بقي أن نلاحظ في هذا السياق ملاحظة على غاية من الأهمية هو أن التعدد أو التنوع المسموح به في العلم يكشف عن خاصية للعلم المعاصر مقارنة بالعلم الكلاسيكي تلك التي تجعله يتخلى عن الدقة والضبط المنهجي الذي ميز العلم الحديث فلم يعد الطريز مثلاً أرى شرطا ضروريا للعلمية بل صار كل شيء في العلم مقبول ولئن كانت هذه الخاصية تكشف عن نوع من الفوضوية بين ظفرين في العلم أو في المنهج العلمي فإن هذه الفوضوية في المجال العلمي تسهم في التقدم كما يقول بول فيرابان الذي يقف ضد المنهج وضد وجود قواعد مضبوطة في العلم باعتبارها أحد أسباب عقمه الخلاصة إذا. كيف ننمذج؟ يكون ذلك باصطناع او انشاء نظم من الرموز المعبره عن انساق واقعيه مركبه سواء كانت هذه الانساق راهنه او افتراضيه. ثانيا السؤال الثاني ما هي علاقه النموذج العلمي بالواقع؟ لو عدنا الى نفس المثال نحن نجد انفسنا امام ثلاث انساق او ثلاث نماذج تتعلق بنفس الظاهره. طيب كيف نفهم هذا التعدد؟ إن النماذج أو الرسوم هي تمثلات للواقع، فهي ليست مجرد صيغ صورية تتعلق بعلاقة بين الرموز وإنما دون اعتبار لما يمكن أن تعبر عنه وإنما هي تعبر عن واقع ما. ثانياً تعدد هذه النماذج هو تعدد في الرموز وكذلك تعدد في التأويلات. تبنى النماذج وتتعدد ويجري تعديلها إذاً انطلاقاً من تفاعل التصورات النظرية القبلية مع معطيات الملاحظة. فماذا يعطى لنا في ملاحظة مثلا كوفيد 19؟ تعطى لنا جملة من المعطيات التي ينبغي على المنمذج ان يأخذها في اعتباره. من ذلك مثلا ان الفيروس يتميز بسرعة الانتشار، ان البقاء في حالة ان بقائه في حالة عطالة لمدة زمنية اطول من بقية الفيروسات الأخرى من نفس العائلة، انه يستقر على الأسطح، ان من يصاب به قد لا يكتسب مناعة طبيعية. إذا انطلاقا من هذه المعطيات التجريبية على المنمج إذا أن يصوغ نموذجا يحاول من خلاله إذا فهم تلك المعطيات. النموذج الأول والثالث اعتبر أن الفيروس هو تطور نتيجة الانتقاء الطبيعي، لا وجود لعلامات هندسية في جينوم كورونا الجديد فهو أقرب إلى سارس. بينما النموذج الثاني اعتبر أن هذا الكائن اصطناعي جرى تركيبه داخل مخابر والمصاب بالفيروس هو عرضة للإصابة به من جديد بماذا تخبرنا إذا النماذج بخصوص الواقع؟ هذا هو السؤال الذي سنطرحه في نهاية هذا العنصر هذه النماذج تسمح لنا بفهم الظاهرة إن الظاهرة التي كانت تبدو في البداية معقدة تصبح بشكل مفاجئ على ما يبدو ومنذ أن يقوم المنمذجون بوصفها معقولة وحتى بسيطة يقول لومواني ماذا يعني فهم الواقع ألم يقل أينشتاين أن ما يبدو له غير قابل للفهم هو أن يكون العالم قابلا للفهم، فكيف تنجح النمذجة في فهم الواقع وجعله مفهوما؟ أن يحدث التقاء بين الفكر والعالم، بين المفاهيم والأحداث، بين النماذج والوقائع، تلك ما تسميه هذا اللقاء تسميه إيزابيل ستانجيرس بالمعجزة. فالقدرة على فهم الواقع هي معجزة العقل العلمي، أما قابلية الواقع للفهم فهي لغزه، لأن هذين الواقعين، واقع النماذج المبنية بصورة بواسطة الفكر وبكل حرية، وبما فيها من ذاتية المنمذج، أي تصوراته وحواسه وخياله وغاياته وأهدافه من ناحية، وواقع الأشياء المفرطة في التعقيد والتشعب لم يوضع الواحد للاخر. التلاؤم لن يكون القاعده بل سيكون الاستثناء فكيف كان هذا الالتقاء او التلاؤم ممكنا ان هذا الالتقاء او التلاؤم اصبح ممكنا عندما ادرك العلم ان الهدف هو خلق صوره عن العالم يقول ماكس بلانك صوره لم يعد بامكانها ادعاء الكمالي فالنموذج كما يقول هانس فريدونتيل هو على الدوام الصوره التقريبيه والدقيقه مبسطا ومختزلا لواقع فيزيائي او بيولوجي او اجتماعي. كل البناءات العلميه هي نماذج تقدم بعض جوانب الواقع وبعض منظورياته. بير فيه. فالواقع ليس مستقلا عن منظوريه الذات. ينبغي لذلك ان ف... نكف أن من هنا فصاعدا حسب ماكس بلانك عن الخلط بين الواقع الاقصى اي الواقع كما هو في حد ذاته والصوره العلميه للعالم. إن الصورة العلمية للواقع تختلف عن حقيقة الواقع إنها صورة تقترب منه تتلائم معه دون أن تدعي التطابق معه حتى وإن كانت درجة التقريب تبدو لنا أحياناً مقبولة كما يقول سيلفان هورو وهكذا ومن بين ملامح العلم المعاصر يضيف بيرتالعون فيه أن كل البناءات العلمية هي نماذج تقدم بعض جوانب الواقع بعض منظورياته وهي ابعد من ان تكون تمثلا للواقع الفعلي كما كانت تعلن عن ذلك الوضعيه في العلم الكلاسيكي يعترف اذا العلم بتعبير برناردي اسبانا بان الواقع بعيد ولا يمكن للعلم ان يستهدف الواقع في ذاته فهذه البلاءات لا يمكن ان تصف ما هو موجود مثلما كان يحلم بذلك ديكارت فما هو الفهم العلمي للواقع؟ إذاً أنه كما يقول آلان باديو: العلم بالنسبة إلى ابستيمولوجيا النماذج هو إنشاء صورة مقبولة للواقع. الخلاصة إن فهم الواقع أي خلق صورة للواقع، وتلك هي معجزة العقل العلمي ومغامرته المبهرة كما تقول إيزابيل ستانجرز. التي تقوده إلى اختراع أو اصطناع نماذج يستنبطها الفكر ويطورها ويعدلها من أجل أن يستخدمها كوسائط يفوض لها المعرفة لكن هذا التوصيف الذي تقوم به إيزابيل ستانجيرس على طرفاته لا يمكن أن يكون مفهوم إلا إذا استند إلى وعي بالبعد الثالث من أبعاد النمذجة وهي غايات العلم أو غايات النمذجة العلمية إذا ثالثا غايات النمذجة العلمية ما الغاية من بناء النماذج؟ إنشاء النماذج ومحاولة فهم الواقع في هي مقدمات أو لنقل غاية وسيلية من أجل غاية مطلقة أو أخيرة للعلم، فما هي هذه الغاية؟ إذا ما عدنا إلى نفس المثال وهو نمذجة حدث الوباء كوفيد 19، في هذا المستوى بالذات يقدم لنا المثال توضيحات هامة بخصوص موضوع بحثنا وهو غاية العلم. فنحن نلاحظ كما أشرنا في التمهيد، تركيزنا اليوم على ما يصدر عن العلماء وما يأتي من مخابرهم. كيف نفسر هذا الاهتمام المتزايد بالعلم لا شك أنه يعكس انتظارات الناس فالعلم إذا يحمل أمال النجاة بالنسبة إلى الإنسانية سواء تعلق الأمر بنمذجة الفيروس نمذجة سلوك الأفراد نمذجة السلوك الاجتماعي نمذجة التبعات إن الاقتصادية أو النفسية للوباء في كل هذه المجالات من مجالات البحث يمكن أن أسأل ماذا ينتظر الإنسان من العلم وبماذا يعيده هذا الاخير؟ يقول لوموا نويل مولود في هذا السياق يجبر العلم على اتباع النماذج في تعدد انواعها وتعقد استعمالاتها فلما يصلح استخدام النموذج؟ يستخدم النموذج لعده وظائف او مهام فهو يستعمل في بناء المعرفه وعرضها معرفه الانساق المركبه تمثلها ان شاء كما يستخدم اليه للتوقع والتوقع هنا انطلاقا من معرفة بالحالة الراهنة للنسق يستطيع النموذج أو يتيح النموذج إمكان توقع تطوره المحتمل في وضعيات لم يجري تجربها بعد أخيرا تستخدم النماذج كما نرى اليوم بشكل واضح مرجعا أو سندا في اتخاذ القرارات فلا يتعلق الأمر باستخدام العلماء وإنما استخدام كذلك من يستعملونها من حكومات أو هيئات إلى آخره فالنموذج يوجه اقتراح او يقترح اختيارات يضع سيناريوهات لكيفيه مواجهه الوباء ويراعي النموذج عاده في طرحه لهذه الحلول امكانيات الدول التكلفه الاقتصاديه اذا لهذه الحلول التي يقترحها ولذلك تتعدد النماذج اذا وتتنافس فيما بينها وتكون متفاوته في ادائها ما هي غايه العلم؟ يستنتج لويد بروي إن العلم اليوم يتقدم إلينا بهذين الوجهين فهو من ناحية نزوع إلى الزيادة في معارفنا لأجل الحصول على الفرح المقدس وهو فرح المعرفة ولكن هناك مظهر آخر للعلم هو النزوع إلى استعمال هذه المعرفة لتيسير حياتنا ويعتبر لويد بروي أن العلم بذلك يستجيب لنوعين من الرغبات عند الإنسان أو الغرائز الغريزة الأولى وهي آه غريزة أصيلة وهي الغريزة إلى المعرفة والفهم. والغريزة الثانية أو الرغبة الثانية والمعقولة والمشروعة كذلك وتتمثل في رغبة الإنسان في استعمال المعرفة لصالحه كي يحافظ على حياته ويخفف من آلامه ويحسن ظروف عيشه. هكذا إذا حسب لوي يبدو أن فهم العالم فهما أفضل وتحقيق المزيد من الفهم هو بالنسبة إلى المشتغل بالعلم هو مصدر لرضاء عظيم. او مناسبة للبهجة العارمة لكنه يظل منشدا منشد الى افق اخر يتعلق باستخدام العلم للتحكم في العالم وفي ما فيه من قوى وموارد هذا الهدف الاخير ينشده المختصون والمشتغلون بالعلم ويشتركون فيه مع غيرهم من عامة الناس ومع ما بين هذين الهدفين من فارق من فرق الفهم والتحكم فالاول نظري والثاني نفعي إلا أنهما ليس متباعدين تماما ذلك أن الأول هو شرط الثاني أو مقدمته الضرورية إن فهم غاية العلم إذن يقتضي الكف عن النظر إلى العلم كصناعة فوق جميع الصناعات أو عملا شريفا يميز أصحابه ويسمو بهم إلى مرتبة فوق البشر بل على العكس من ذلك ينبغي النظر إلى العلم باعتباره فعلا ونشاطا كسائر الأفعال وهو نشاط اجتماعي يحدث أو يتم داخل مجتمع تحكمه قيم وقواعد ومصالح وهو لذلك يضع نفسه في خدمه تلك المصالح، فالمعرفه على حد قول افلاطون لا فائده منها ان لم تقدم حلا جذريا لمعانيه من لما يعاني منه البشر في هذا الوجود، ولذلك كان افلاطون منذ القدم قد طالب المدينه بتوفير ظروف عمل العلماء. هكذا تصبح المغامرة لمغامرة العلم التي تحدثت عنها إيزابيل ستانجيرس دلالة ومعنى فهي مغامرة ليست في معنى العبث ولا في معنى اللعب الحر للفكر والمخيلة العلمية إنها مغامرة تنشد إلى غاية هي تحقيق النفع للإنسان وهو من الصالح عليه بالبعد التداولي للنمذجة أي الطابع التليولوجي الذي يحكم إنتاج النماذج لا يجد العلم في تصوره العلم في تصوره المعاصر حرجا في اعلان نفسه اذا سلطه او قدره هي قدره او سلطه النماذج التي تتمثل في السيطره على الظواهر والتحكم فيها لفائده الانسان. الخلاصه اذا ان فهم الواقع او خلق صوره للواقع يقترن برهانات النمذجه وسعيها نحو السيطره والتحكم في الواقع بما يضفي على النمذجه اذا طابع الفاعليه. أشكر أبنائنا التلاميذ على متابعة هذا العمل، وسيكون لنا إن شاءنا درس ثاني حول المقاربة النقدية للنمذجة العلمية.